السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل الكالكولاس 3 مع شابتر 11. هناخد البارت الأولاني من الفصل 11 بعنوان الثري دايمنشنال سبيس والفيكتورز. الثري دايمنشنال سبيس اللي هو فراغ ثلاثي الأبعاد. هنبدأ بالريكتانجولار كوردينيت سيستم اللي هو النظام الإحداثيات المستطيلية أو الكارتيزية. بالنسبة للأبعاد عندنا في الكالكولاس أو في الجيومتري اللي هي الهندسة عموما، لما بتحدث عن الثري دايمنشنال سبيس اللي هو الفراغ ثلاثي الأبعاد ويسمى ثري سبيس، معنى ذلك ان انا بتحدث عن السيرفيس اللي هو السطح. يبقى لما اجي اذكر كلمة سيرفيس يبقى اعني 3 دايمنشنال سبيس، يعني اي بوينت موجود على السطح بتمثل بثلاث احداثيات اكس وواي وزد. لما اجي اتحدث عن 2 دايمنشنال سبيس او بنسميه 2 سبيس فراغ ثنائي الابعاد، يبقى معنى ذلك انا بقصد البلين اللي هو المستوى. المستوى اي بوينت فيه، اي نقطة فيها مكونة من مركبتين اكس وواي. لما اجي اتحدث عن الوان دايمنشنال سبيس اللي هو فراغ احادي البعد، معنى ذلك اللي انا بقصد اللاين اللي هو الخط. على سبيل المثال لما اجي بقول اكس بتساوي 2 او واي بتساوي 5، فلما اجي اشوف اكس بتساوي 2 او واي بتساوي 5 هيمثلوا لي في الرسم خط. طيب يبقى اذا في السيرفس في حالة السبيس عندي الفراغ الثلاثي بيبقى عندي 3 محاور متعامدة على بعضها البعض اكس وواي وزد، بيتقاطعوا الثلاث محاور في نقطة اللي هي نقطة الأصل الأورجين بوينت 0 و0 و0. مثال على الفيجر أو الرسمة اللي بتبقى موجودة في ثلاثي الأبعاد اللي هو الكيوبيك اللي هو المكعب. المكعب أنا عارف إن هو بيبقى ليه طول وعرض وارتفاع. بالنسبة للبلين إكس وواي بيبقى عندي محورين بس، المحورين دول متعامدين على بعض في نقطة الأصل اللي هي 0 و0. ومثال على الرسمة اللي موجودة في المستوى مثلا المستطيل أو المربع الريكتانجل أو السكوير. بالنسبة لي اللاين أو الوان دايمنشن، الوان دايمنشن إما أخد إكس فقط أو إما أخد الواي فقط. او على سبيل المثال لو افترضت ان اكس بتساوي 2 فدي بتمثل بمعادل بخط مستقيم عند النقطة 2 ويوازي محور واي. طيب محور اكس معادلته واي بتساوي 0، محور واي لوحده معادلته اكس بتساوي 0. طيب بعد كده بنقول اني لما اجي امثل الفراغ الثلاثي اللي هو ثلاثي الابعاد، اتفقنا ان انا بيبقى عندي 3 محاور اكس وواي وزد. طيب طريقة الكتابة للثلاث محاور، يعني انا احط هنا اكس وهنا واي والمحور او العمود عليهم اللي هو محور زد، او باجي اقول اكس هو اللي هنا اللي هو الافقي والتاني واي والعمود عليهم زد. يبقى في طريقتين لكتابة ترتيب المسميات بتاع المحاور نفسها. طيب الطريقتين اللي عندنا بنسميهم رايت هاندد او ليفت هاندد. رايت هاندد يعني بسير في الاتجاه اليمين وفي ترتيب دوري واحد، فباجي اقول المحور اللي تحت هو محور اكس وبعده واي واللي بعده زد، يبقى اكس وواي وزد. بلاقي ان السهم بتاعي بيتحرك اتجاه الرايت اليمين، تمام. اما الترتيب التاني بتاع المسميات بتاع المحاور هو بنسميه الليفت هاندد
الليفت هاندد اللي هو انا بتجه ناحية اليسار في الترتيب، فبقول ان المحور ده اكس والمحور ده واي وزد، فبيصير اتجاه اليسار اللي هو الليفت هاندد. تمام، يبقى في طريقتين للتعبير عن كتابة المحاور بتاعتنا، اما تكون رايت هاندد او الليفت هاندد. تمام، واتفقنا ان التلات محاور بيتقاطعوا في نقطة الاصل اللي هو زيرو وزيرو وزيرو. التلات محاور بيتقاطعوا في نقطة الاصل زيرو وزيرو وزيرو. التلات محاور دول مع بعض بيربنديكولار او متعامدين كل منهما مثنى مثنى، يعني اكس عمودية على الواي والواي عمودية على الزد والزد عمودية على الاكس. تمام، طيب بالنسبة للمستوى اتفقنا كلمة بلين هو عبارة عن مستوى موجود بين محورين فقط. طيب انا لو بتحدث عن المنطقة دي فقط، المنطقة اللي في الاتجاه الايسر ده، المنطقة دي اشوف واقعة بين اني محورين، المنطقة دي واقعة بين محور اكس ومحور زد، ولذلك تسمى اكس زد بلين، المستوى اكس زد. المنطقة ديت، المنطقة دي تقع بين محورين، محور واي ومحور زد، ولذلك تسمى واي زد بلين. المنطقة السفلية ديت محددة او تقع بين محور اكس ومحور واي، ولذلك تسمى اكس واي بلين. بالمثل في حالة الليفت هاندد، في حالة الليفت هاندد المنطقة هذه تقع بين واي وزد وتسمى واي زد بلين، هذه المنطقة تقع بين الاكس زد بلين، والمنطقة السفلية تقع بين الاكس واي بلين. تمثيل اي نقطة في الفراغ الثلاثي، انا لو اخدت ايه رايت هاندد اللي هو اكس وواي وزد، و اخدت نقطة الاصل زيرو وزيرو وزيرو، اي بوينت تقع على المحور فبيبقى ليها مركبة على نفس المحور وباقي المركبات بتساوي زيرو. على سبيل المثال لو انا عندي نقطة تقع على محور اكس، النقطة ديت بتبعد عن نقطة الاصل مسافة قدرها ايه، فبالتالي هذه البوينت وهذه النقطة تحركت ايه على محور اكس ولم تتحرك على محور واي ولم تتحرك على محور زد، وبالتالي هذه النقطة تقع فقط على محور اكس، هيبقى ليها احداثي اكس فقط اللي هو بعدها عن نقطة الاصل اللي هو الاي، والزيرو بتاع الواي والزيرو بتاع الزد، وبالتالي اي نقطة تقع على اي محور فلها احداثي على نفس المحور وباقي المركبات لها بزيرو. فعلى سبيل المثال هذه النقطة الاخرى تقع على محور واي فلها احداثي واي فقط وباقي المركبات اكس وزد بيساوي صفار، فالنقطة هذه لم تتحرك على محور اكس وبالتالي صفر، تتحرك على الواي على بعد مسافة قدرها بي يبقى به، ولم تتحرك على محور الزد. يبقى هذه اختصارا لهذه النقطة نقول ان النقطة تقع على محور واي فاكس وزد صفار ولها مسافة بتاعتها بي. هذه النقطة التي تقع على محور زد لها مسافة زد سي عن نقطة الاصل ولم تتحرك على الاكس او الواي، وبالتالي هذه النقطة تقع على محور الزد، الاكس والواي لهم بصفار، يبقى بالتالي هذه النقطة زيرو وزيرو وسي. اما هذه النقطة بي، النقطة بي هذه لم تقع على اي محور، هذه النقطة بي لم تقع على اي محور سواء اكس او واي او زد، وبالتالي هيكون لها تلات احداثيات او تلات مركبات، هيبقى ليها مركبة على الاكس بA ولها مركبة على الواي ببي ولها مركبة على الزد بC.
مثال 4 و5 و6. الأربعة تعني أن النقطة تحركت مسافة قدرها 4 على محور X، ومسافة قدرها 5 على محور Y، ومسافة قدرها 6 على محور Z. اختصارا لهذه الرسمة فنقول: إذا كان عندي X Z محور X، وبالتالي هيكون لي إحداث X أيا كانت قيمته، وال Y و Z بصفار، يبقى Z Y 0 و0. يبقى النقطة التي تقع على محور X هي X و 0 و0. النقطة التي تقع على محور Y هيبقى لها X بصفر و Z بصفر، ويتبقى قيمة لل Y، يبقى هي النقطة 0 و Y و0. النقطة التي تقع على محور زد X و Y لهم بصفار ولها قيمة للزد، يبقى 0 و0 و زد. طيب إذا قصدت X Y بلين، X Y بلين معنى ذلك أقصد المستوى الواقع بين المحور X والمحور Y، وبالتالي مفيش حديث عن عن محور زد، وبالتالي المركبة لها زد بزيرو، ويبقى لها نقطة على الإكس ونها لها مركبة على الواي. إكس زد بلين، المستوى إكس زد يعني أن المستوى محصور بين محور إكس ومحور زد، وبالتالي الإحداثي للواي بزيرو، وبالتالي النقطة تصبح إكس وزيرو وزد. الواي زد بلين، المستوى واي زد يعني أن المستوى يقع بين المحور واي والمحور زد، وبالتالي إكس هتبقى بزيرو ولها قيمة للواي وقيمة للزد. بعد كده نتحدث عن الديستانس ان سيريز بيس، اللي هي حساب المسافة في الفراغ الثلاثي، وهنتحدث عن الاسفيرز اللي هي الكرات. بالنسبة للمسافة في الفراغ الثلاثي، لابد لنا يكون عارف المسافة في الفراغ الثنائي اولا، distance into space. distance into space اللي هي المسافة بين اي نقطتين، والنقطتين كل نقطة لها مركبتين، فبالتالي بقول for two points لأي نقطتين ب1 إحداثيتها إكس واحد وواي واحد، and ب2 إحداثيتها إكس اتنين وواي اتنين in the plane، يعني في المستوى. يعني أنا لو عندي نقطتين في المستوى، المسافة بين هاتين النقطتين بسميها دي، ويكون عبارة عن السكوير روت اللي هو الجذر التربيعي لفرق الإكسات زائد تربيع زائد فرق الوايات تربيع. يعني باخد الإحداثي إكس اتنين ماينس إكس واحد وربحها، زائد واي اتنين ناقص واي واحد وربحها. ديت بنسميها المسافة في المستوى. أنا لو جيت قلت النقطة دي تقع في الاسبيس في الفراغ، يبقى أنا لو عندي تو بوينتس في نقطتين، النقطة الأولانية هي ب1 إحداثيتها إكس واحد وواي واحد وزد واحد، والنقطة التانية هي ب2 إحداثيتها إكس اتنين وواي اتنين وزد اتنين في الاسبيس. وبالتالي لحساب الدي اللي هي المسافة بين هاتين النقطتين، أطبق نفس القانون بتاع المسافة بين النقطتين، بس الزيادة هنا إن هيبقى في زد، وزود الترم الزيادة اللي هو زد اتنين ناقص زد واحد لكل تربيع، ويصبح المسافة دي بين النقطتين اكس بي واحد وبي اتنين هي دي، عبارة عن الجذر التربيعي لفرق الاكس وفرق الواي وفرق الزد كل منهما لكل تربيع. وبالتالي فرق الاكس يبقى اكس اتنين ناقص اكس واحد، ببدأ بالنقطة التانية ناقص النقطة الاولانية،
فبقول اكس اتنين ناقص اكس واحد لكل تربيع زائد الواي اتنين ناقص الواي واحد لكل تربيع زائد الزد اتنين ناقص الزد واحد لكل تربيع. اكزامبل واحد، مثال واحد، find the distance d between the points، يعني اوجد المسافة d بين النقطتين اتنين وتلاتة وسالب واحد and الاربعة وسالب واحد والتلاتة. solution، let افترض ان النقطة الاولانية x واحد و y واحد و z واحد هي اتنين وتلاتة وسالب واحد، والنقطة التانية اربعة وسالب واحد وتلاتة، افترضها ب x اتنين و y اتنين و z اتنين. يبقى انا عندي نقطتين والمطلوب احسب المسافة بينهم. بفترض ان النقطة الاولانية هي اتنين وتلاتة وسالب واحد ل x واحد و y واحد و z واحد، وافترض ان النقطة التانية هي x اتنين و y اتنين و z اتنين اللي هي باربعة وسالب واحد وتلاتة. واطبق قانون دي عبارة عن الجذر التربيعي لفرق الاكس، يبقى x اتنين ناقص x واحد لكل تربيع، x اتنين عندنا باربعة و x واحد باتنين، يبقى اربعة ناقص اتنين لكل تربيع زائد y اتنين ناقص y واحد لكل تربيع، y اتنين بسالب واحد، سالب واحد ناقص y واحد اللي هي بتلاتة، يبقى سالب واحد ناقص تلاتة لكل تربيع زائد زد اتنين اللي هي بتلاتة ناقص ناقص واحد، يعني تلاتة زائد واحد لكل تربيع. فبنقول زد اتنين ناقص زد واحد، زد اتنين قيمتها بتلاتة وزد واحد بقيمتها بسالب واحد، فلما اقول تلاتة ناقص ناقص واحد يعني كأنها تلاتة زائد واحد لكل تربيع. فبنيجي نحسب قيمة الجذر، اربعة ناقص اتنين باتنين، اتنين تربيع باربعة، زائد سالب واحد سالب تلاتة معناها سالب اربعة، سالب اربعة تربيع بموجب ستاشر، زائد تلاتة وواحد اربعة، اربعة تربيع برضو بستاشر، ستاشر وستاشر اتنين وتلاتين، واربعة يديك ستة وتلاتين تحت الجذر، جذر ستة وتلاتين بيديني ستة يونتس. وبالتالي الديستانس اللي هي المسافة بين النقطتين هاتين طلعت بست وحدات. بعد كده هنتحدث عن السفيرز اللي هي الكرة. قبل ما بنبدأ السفيرز بنتحدث عن معادلة الدائرة، معادلة الدائرة اللي هي الإكويشن أوف ذا سيركل إن تو سبيس، في فراغ ثنائي. الفرق بين الدائرة والكرة أن الدائرة تقع في بعدين، أي تقع في تو دايمنشنال سبيس، في فراغ ثنائي الأبعاد، أما الكرة تقع في فراغ ثلاثي الأبعاد X و Y و Z. وبالتالي معادلة الدائرة هتمثل ب X و Y، فبنقول إن معادلة الدائرة في الحالة العامة هي X ناقص X نود لكل تربيع بلس Y ماينس Y نود لكل تربيع بيساوي الـ R تربيع. هذه تمثل معادلة الدائرة، حيث الريديوس اللي هو نصف قطر الدائرة هو يعتبر جذر الـ R تربيع، جذر الـ R تربيع اللي هي تمثل الـ R، ولذا والسنتر اللي هو المركز، مركز الدائرة هو عبارة عن X نود و Y نود. لو انا بصيت على الدائرة في X Y الاقي ليها عبارة عن لها مركز عبارة عن X نود و Y نود، ولها راديوس نصف قطر مقداره R، وبالتالي ان يكون عندنا اي دايرة عندنا عبارة عن لها معادلة، المعادلة تمثل بنصف القطر والمركز. لو انا اخدت حالة خاصة اللي هو المركز X نود و Y نود بزيرو وزيرو، اي ان الدائرة تقع عند نقطة الاصل، وبالتالي معادلتها عبارة عن X ناقص صفر لكل تربيع اللي هي بX تربيع، زائد الY ناقص الصفر لكل تربيع اللي هي بY تربيع بتساوي الR تربيع. هذه دائرة مركزها صفر وصفر ونصف قطرها R،
أي دائرة مركزها عند نقطة الأصل ونصف قطرها أي قيمة للآر. الدائرة ليست محور الحديث عنه في هذا الشابتر، ولكن سنتحدث عن الاسفير اللي هي الكرة. وبالتالي the equation of the sphere in 3D space اللي هي معادلة الكرة في الفراغ الثلاثي، معادلة الاسفير اللي هي الكرة هي عبارة عن تعميم لمعادلة الدائرة هذه، ولكن بزود حد الزد اللي هو الفراغ الثلاثي، وبالتالي تصبح معادلة الكرة في الفراغ الثلاثي هي x ناقص x نود لكل تربيع زائد y ناقص y نود لكل تربيع بتساوي، لو بتساوي الار تربيع يبقى هذه معادلة الدائرة، ولكن انا بزود زد ماينس زد نود لكل تربيع وبتساوي الار تربيع وتصبح معادلة الكرة. معادلة الكرة تمثل في الفراغ الثلاثي اي بدلالة الاكس والواي والزد. الراديوس اللي هو نصف القطر للكرة ايضا اللي هو عبارة عن جذر ار تربيع اللي هو بار، والسنتر اللي هو المركز عبارة عن اكس نود وواي نود وزد نود. هذه معادلة الدائرة، هذه المعادلة اشتقت من قانون المسافة. انا اخدت المسافة بين اي نقطتين عندي في الفراغ الثلاثي ورمزت لها بالرمز دي. لو سميت الدي بتاعتي اللي هي المسافة هي ار، وبالتالي عبارة عن الجذر التربيعي لإكس ماينس إكس نود لكل تربيع زائد الواي ماينس الواي نود لكل تربيع زائد زد ماينس زد نود لكل تربيع. هذا قانون المسافة بين نقطتين، النقطة الأولانية هي إكس وواي وزد، والنقطة الثانية هي إكس نود وواي نود وزد نود. فنجد أن المسافة بين أي نقطة والمركز هما هي اللي عبارة عن نصف القطر R، وبالتالي سميت الدي هنا بآر، وتصبح الآر هي المسافة بين أي بوينت إكس وواي وزد على محيط الكرة ومركز الكرة إكس نود وواي نود وزد نود. وبالتالي لو قلنا بالتربيع هذه المعادلة، تربيع الآر تصبح بآر تربيع، والتربيع بيشيل الجذر تصبح اكس نو اكس ماينس اكس نود لكل تربيع زائد الواي ماينس الواي نود لكل تربيع زائد زد ماينس زد نود لكل تربيع. examples، لو انا جيت قلت اكس ماينس 3 لكل تربيع زائد واي ناقص 2 لكل تربيع زائد زد ناقص الواحد لكل تربيع بتساوي 9. لو انا بصيت على هذه المعادلة الاقيها اشبه ما يمكن بالمعادلة اكس ناقص اكس نود لكل تربيع زائد الواي ناقص الواي نود لكل تربيع زائد زد ناقص زد نود لكل تربيع بتساوي الار تربيع. يبقى هذه المعادلة تمثل معادلة الكرة اللي يبقى تمثل السفير with center المركز بتاعها اكس نود وواي نود وزد نود. المركز هنا هيبقى 3 و2 و1، والراديوس اللي هو الجذر التربيعي لهذا العدد، يبقى الجذر التربيعي للتسعة اللي هو ب3. مثال اخر، اكس ناقص 3 لكل تربيع زائد الواي تربيع زائد زد زائد الاربعة لكل تربيع بتساوي 5. هذه تمثل معادلة سفير كرة لان السنتر بتاعها هيصبح 3، والواي مش مطروح منها اي رقم، يعني كأن الواي ماينس الصفر، يعني المركز عند الواي بصفر. يبقى هنا باخد النقطة المطروحة من الاكس والنقطة المطروحة من الواي والنقطة المطروحة من الزد، اي بعكس هذه الاشارات. فسالب 3 اخدها بموجب 3، والواي كأن مطروح منها الصفر، واعكس هذه الاشارة الاربعة تصبح سالب الاربعة، وبالتالي المركز يصبح 3 و0 و سالب 4.
كما في المثال الأولاني السنتر هو بعكس هذه الإشارات، فسالب 3 أخدها ب3 وسالب 2 أخدها ب2 والسالب 1 أخدها ب1، يبقى هذا هو المركز. أما الراديوس اللي هو نصف القطر بتاع الكرة هو الجذر التربيعي لهذا العدد، الجذر التربيعي ل9 ب3 والجذر التربيعي ل5 بجذر 5، يبقى الراديوس هنا بيساوي جذر 5. مثال آخر، اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع بيساوي 1. هذه بنسميها اليونيتي سفير، كرة الوحدة، لأن تعتبر السنتر لها عبارة عن صفر وصفر وصفر، لأنه لا يوجد قيم مطروحة من الإكس ولا قيم مطروحة من الواي ولا قيم مطروحة من الزد، وبالتالي مركزها يصبح صفر وصفر وصفر، ونصف قطره عبارة عن جذر 1 اللي هو بواحد، يبقى الراديوس بيساوي 1. The general equation of a sphere، المعادلة العامة للكرة. معادلة الكرة زي ما انا قلت تأخذ الصورة السابقة اللي هي x minus x نود لكل تربيع زائد y minus y نود لكل تربيع زائد z minus z نود لكل تربيع بتساوي ال r تربيع. هذه معادلة الكرة، مركزها هو عبارة عن x نود و y نود و z نود، ونصف قطرها هو يعتبر ال r. فتوجد معادلة أخرى، هذه المعادلة قد تمثل كرة وبنسميها the general equation of sphere أو المعادلة العامة للكرة. المعادلة العامة للكرة نجد أن وجود x تربيع معها x و y تربيع معها y و z تربيع معها z، ويوجد حد مطلق اللي هو j بيساوي صفر. إذا وجدت هذه المعادلة فهذه المعادلة عندي بتتحول هذه المعادلة إلى الصورة الآتية: x ناقص x نود لكل تربيع زائد الواي ماينس الواي نود لكل تربيع زائد زد ماينس زد نود لكل تربيع بتساوي الار تربيع. أي أن هذه الصورة اللي هي المعادلة العامة للكرة تتحول إلى المعادلة في الصورة الأصلية لها، وهذه تمثل معادلة كرة مركزها x نود و y نود و z نود ونصف قطرها r. كيف يتم تحويل هذه المعادلة لهذه الصورة؟ عن طريق إكمال المربع، بنسميها completing the squares. يبقى يتم تحويل الصورة العامة لمعادلة الكرة إلى الصورة التي بدلالة مركزها ونصف قطرها عن طريق إكمال المربع اللي هي completing the square. في هذا المثال الهام نجد هذه الطريقة وكيف يتم تحويل المعادلة من الصورة العامة لها إلى الصورة التي بها مركز x نود و y نود و z نود ولا نصف قطر اللي هو ال r. فإكزامبل 2 هنا بيقول لي find the center and the radius of the sphere، محتاج أحسب المركز ونصف القطر للكرة x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع minus 2x minus 4y plus 8z زائد 17 بتساوي 0. طيب أنا قلت عشان نحول هذه الكرة للمعادلة أو للشكل الأصلي لها اللي هو x ناقص x نود لكل تربيع زائد الواي ناقص الواي نود لكل تربيع زائد زد ناقص زد نود لكل تربيع بتساوي ال r تربيع، لابد من عمل ما يسمى بال completing the square اللي هو بعمل إكمال المربع. ولكن أول خطوة معنا هي إعادة ترتيب حدود هذه المعادلة بحيث تصبح كل الإكسات جنب بعض، كل الوايات جنب بعض، كل الزدات جنب بعض، وبعدين الحد المطلق بيساوي صفر. فأعيد كتابة هذه المعادلة، فتنزل قيمة x تربيع جنبها قيمة ناقص 2x، وأنزل قيمة الواي تربيع جنبها ناقص 4y، وبعدين زد تربيع تنزل جنبها قيمة 8z بلس الحد المطلق اللي هو 17 بتساوي صفر. يبقى هنا
أعدت ترتيب حدود هذه المعادلة بحيث تصبح قيم الإكس جنب بعضها، وبعدين قيم الوايات جنب بعضها، وبعدين قيم الزد جنب بعضها، وبعدين قيمة الحد المطلق. وبالتالي إكس تربيع ناقص 2 إكس، واي تربيع ماينس 4 واي، زد تربيع زائد 8 زد زائد 17 بتساوي 0. طيب بعمل إكمال مربع للإكس والواي والزد عن طريق هذه طريقة عمل إكمال المربع، وهي أخذ نص معامل إكس أو نص معامل واي أو نص معامل زد. أنا هنا أعمل إكمال مربع للإكس، أعمل إكمال مربع للواي، أعمل إكمال مربع للزد. يبقى عن طريق عمل إكمال مربع للإكس والواي والزد، عن طريق أخذ نصف معامل الإكس أو نصف معامل الواي أو نصف معامل الزد، ثم تربيعه، يعني بعد ما أخذ النصف المعامل أبدأ أربعه، ثم أضيفه وأطرحه، ثم إضافته وطرحه. على سبيل المثال أنا عندي أول حدين هما إكس تربيع ناقص 2 إكس. إكس تربيع ناقص 2 إكس، كي أعمل عمل إكمال مربع بقول إن هنا معامل الإكس بيساوي سالب 2، آخد نص معامل الإكس يعني أضرب السالب 2 في نص فبيديني سالب الواحد، أربع السالب واحد بيديني واحد، وبعدين أضيف الواحد وأطرحه يعني بقول 1 ناقص 1. وبالتالي أول 3 حدود معي هما إكس تربيع ماينس 2 إكس، أزود واحد وأطرح واحد. وبالمثل معي أعمل إكمال مربع للواي، الواي تربيع ناقص 4 واي. بالنسبة للواي اخد معامل الواي، معامل الواي هنا سالب 4، يبقى اخد نصه، يبقى نص سالب 4 بسالب 2، سالب 2 اربعها هتبقى ب4، اربعها يبقى اضيفها واطرحها يبقى 4 ناقص 4. وبالتالي اجي جنب الحدود بتاع الواي تصبح واي تربيع ناقص 4 واي زائد 4 ماينس 4. بعدين الحدود اللي بعد كده اللي عمل لها اكمال مربع هي الزد. انا عندي زد التربيع زائد 8 زد، بهذه بالنسبة للزد ايضا اخد نصف معامل الزد، نصف معامل الزد هنا 8، نصف 8 ب4، اربع الاربعة ب16، ازود 16 ثم اطرح 16. وبالتالي في هذه المعادلة تصبح زد تربيع زائد 8 زد زائد 16 ناقص 16. آخر حد في المعادلة هو 17، هذا حد مطلق هينزل زي ما هو، موجب 17 هيساوي 0. وبالتالي تصبح المعادلة كما يأتي: إكس تربيع ناقص 2 إكس، زودت واحد وطرحت واحد، وهذا لا يؤثر على المعادلة لأني أنا أزود قيمة وأطرح نفس القيمة، فهذا لا يؤثر على المعادلة، وإنما بيحدث إن هذه 3 حدود تتحول لقوس تربيعي أو قوس مرفوع لأس 2. طيب وبالمثل الواي تربيع ناقص 4 واي، زودت 4 وطرحت 4، أخدت هذه 3 حدود أيضا مع بعض. وزد تربيع موجب 8 زد، زودت 16 وطرحت 16، برضو أخد 3 حدود وهذه، وباقي الحدود تبقى كما هي، لأن هذه الحدود سوف يتم تجميعها لوحدهم. فيصبح أول 3 حدود إكس تربيع ناقص 2 إكس زائد الواحد، هذا القوس إكس تربيع ناقص 2 إكس زائد الواحد، وأخد أول 3 حدود للواي، واي تربيع ناقص 4 واي زائد الأربعة، أخد حدود الزد، زد تربيع زائد 8 زد زائد 16، هذه الحدود كل منهما في قوس، زائد باقي الحدود في قوس آخر اللي هي تشمل الحد المطلق لي. الحدود المتبقية هي سالب 1
سالب 4 ناقص 16 زائد 17 سوف يتم اختصار ذلك عن طريق سوف تتحول هذه الأقواس إلى أقواس مرفوعة للأس 2 أو أقواس تربيعية عن طريق أخذ جذر الحد الأولاني، يعني أخذ جذر إكس تربيع أخذ جذرها تصبح بإكس، وأنقل إشارة الحد اللي في المنتصف هذا السالب ينزل هنا، وبعدين أخذ جذر الحد الأخير جذر واحد يصبح بواحد فيصبح إكس ناقص الواحد لكل تربيع. أيضا بهذه الطريقة سيتم عمل الواي، هذا كوس يصبح كوس لكل تربيع عن طريق أخذ الواي تربيع أخذ جذرها جذر واي تربيع تصبح بواي، أخذ إشارة الحد في المنتصف السالب ينزل هنا، وأخذ جذر الأربعة باتنين فيصبح واي ناقص اتنين لكل تربيع. الحد زد أخذ جذر زد تربيع بزد أخذ إشارة الحد اللي في المنتصف الموجب تنزل بموجب، وأخذ جذر 16 بأربعة فتصبح زد زائد الأربعة لكل تربيع، وأختصر هذه الأرقام مع بعض ف17 تروح مع السالب 16 بقى واحد، الواحد يروح مع السالب واحد بقى سالب الأربعة، سالب الأربعة هيروح الطرف الآخر بموجب أربعة، وبالتالي المعادلة بعد عملية إكمال المربع تحولت ل إكس ناقص الواحد لكل تربيع زائد الواي ناقص الاتنين لكل تربيع زائد الزد زائد الأربعة لكل تربيع بتساوي أربعة. هذه المعادلة على صورة إكس ناقص إكس نور لكل تربيع زائد واي ناقص واي نور لكل تربيع زائد زد ناقص زد نور لكل تربيع بتساوي الآر تربيع. هذه معادلة إسفير كرة الراديوس بتاعها هو جذر الأربعة بيساوي اتنين، ومركزها السنتر هو إكس نود وواي نود وزد نود اللي هو واحد واتنين وسالب أربعة. وبالتالي حولت هذه المعادلة إلى الصورة المعروفة لكي يتم تحديد قيمة الراديوس نصف القطر اللي هو باتنين، وتم تحديد قيمة السنتر المركز اللي هو بواحد واتنين وسالب أربعة. بعض الملاحظات هنا، لو أنا بقول x ناقص x نود لكل تربيع زائد y ناقص y نود لكل تربيع زائد z ناقص z نود لكل تربيع، هذه المعادلة الناتجة بعد عملية إكمال المربع after the completing of the square، بعد عملية إكمال المربع تصبح المعادلة على هذه الصورة x ناقص x نود لكل تربيع زائد y ناقص y نود لكل تربيع زائد زد ناقص زد نود لكل تربيع بتساوي عدد اللي هو k. هذا العدد k سوف يتم تصنيف المعادلة بناء على هذا العدد k، فإذا كان هذا العدد k أكبر من الصفر فتمثل معادلة كرة كما في المثال السابق. هذا بعد عملية إكمال المربع، هذا العدد 4، هذا العدد 4 أكبر من الصفر يعني عدد موجب، وبالتالي مثل لي سفير كرة لها ريديوس ولها سنتر. فبالتالي لو أخدت إكزامبل آخر هنا، فلو جيت قلت هنا يبقى دي هتمثل، لو إذا كان كي أكبر من الصفر هتمثل سفير كرة ريديوس بتاعها بجذر كي والسنتر بإكس نود وواي نود وزد نود، كما في إكزامبل إكس ناقص 2 لكل تربيع زائد واي ناقص 1 لكل تربيع زائد زد ناقص 3 لكل تربيع بتساوي 7. هذه المعادلة تمثل معادلة سفير كرة لأن قيمة الكي هنا اللي هي بسبعة أكبر من الصفر، وبالتالي إن تمثل معادلة كرة السنتر بتاعها مركزها 2 و1 و3 والراديوس بتاعها هيساوي جذر 7. أما إذا كانت قيمة الكي بتساوي صفر، يعني بعد اكمال المربع وصلت ان اكس نو اكس ماينس اكس نود لكل تربيع زائد واي ماينس واي نود لكل تربيع زائد زد ناقص زد نود لكل تربيع بتساوي صفر، اذا كان هنا بيساوي صفر فتصبح هذه المعادلة تمثل بوينت، هتمثل نقطة وليست تمثل كرة،
يبقى اي معادلة على الصورة دي مش شرط اي معادلة هنا تمثل كرة، هي هتمثل ثلاث حالات كرة فقط، اذا كانت كي اكبر من الصفر، اذا كانت كي بتساوي صفر هذه المعادلة تمثل بوينت نقطة، هي اكس نود وواي نود وزد نود. اما الحالة الاخيرة اذا كانت قيمة كي اقل من الصفر، اي اذا كانت كي عدد سالب، فلا تمثل اي نقطة ولا رسمة. مثال، لو جيت قلت اكس ناقص 2 لكل تربيع زائد واي ناقص 1 لكل تربيع زائد زد ناقص 3 لكل تربيع بتساوي سالب 7، هنا بنسميها نو جراف، مفيش رسمة، لان قيمة الكي بتساوي سالب 7 اقل من الصفر. لذلك النظرية بتقول اللي هي الثيرم ان اكس تربيع زائد الواي تربيع زائد زد تربيع زائد جي اكس زائد اتش واي زائد اي زد زائد جي بتساوي صفر، اللي هي المعادلة العامة للكرة. المعادلة ديت اللي انا قلت اللي احنا بنعمل لها اكمال المربع عشان احولها للصورة المعروفة، بعد عملية اكمال المربع يبقى هذه المعادلة قد تمثل كرة او قد تمثل نقطة او قد تكون بدون رسمة، اي ان هذه المعادلة ممكن ان تكون سفير او بوينت او نو جراف او مفيش رسمة بناء على قيمة الكي اللي طلعت. فقلنا قيمة الكي اما تكون اكبر من الصفر او قيمة الكي بتساوي صفر او قيمة الكي اقل من الصفر. وبالتالي وصلنا هنا الى الجزء الاولاني في شابتر 11 اللي تحدث مع بقى معانا عن الفراغ الثلاثي الابعاد، وازاي نجيب المسافة بين نقطتين في الفراغ الثلاثي الابعاد، واخدنا المسميات المرتبطة بها، واخدنا بعد كده الكرة، وان قلنا الكرة هي تعميم لمعادلة الدايرة، معادلة الدايرة في الفراغ ثنائي الابعاد، اما الكرة في الفراغ الثلاثي الابعاد. ومن ثم عملنا خدنا معادلة الكرة، حددنا فيها الراديوس نصف القطر والمركز، واخدنا معادلة الدايرة في الحالة العامة بتاعتها، وكيف يتم تحويل هذه المعادلة في اكزامبل 2 من معادلة بالصورة دي لمعادلة بالصورة العامة لها، اللي هي اكس ناقص اكس نور لكل تربيع زائد واي ناقص واي نور لكل تربيع زائد زد ناقص زد لكل تربيع بتساوي الار تربيع، عن طريق اكمال المربع. وقلنا اكمال المربع عن طريق اخذ نصف معامل الحد الاوسط او نصف معامل اكس او نصف معامل الواي نصف معامل الزد، ثم اربعه ثم اضيفه واطرحه. وبالتالي وصلنا هنا لنهاية السيشن بتاعتنا ان شاء الله. المرة الجاية نبدأ في الفيكتورز الجزء المرتبط بعد ذلك، لان وصلنا هنا لنهاية هذا الجزء. تمام، المرة الجاية تبقى بالفيكتورز، وقبلها كان الهوم وورك ان شاء الله، نبعت الهوم وورك الحلول كلها مع بعض بإذن الله في شابتر 11 واحد، ونبدأ المرة الجاية في السيشن الجاية للجزء المرتبط بالفيكتورز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.